بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب في ذكر أويس القرني رضي الله عنه. القرني عن أسير بن جابر قال: وفد أهل الكوفة إلى عمر فقال عمر: أها هنا أحد من القرنيين؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إنه يقدم عليكم رجل من أهل اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم له، قد كان به بياض، فدعا الله فأذهبه عنه إلا مثل موضع الدينار، أو قال مثل موضع الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم ورواه عن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة، وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم. أويس بن عامر القرني رضي الله عنه من أهل اليمن، من مراد، قبيلة مراد، من قرن ثم من مراد، كان بارا بأمه، موثرا لعدم الشهرة التي يسميها العلماء الخمول. الخمول في اصطلاح العلماء ليس الخمول هو الكسل، يعني يقصدون عدم الشهرة، مؤثرا لعدم الشهرة، وهو أفضل التابعين بنص الحديث، خير التابعين رضي الله عنه، بره بأمه وإجابة دعوته وإخلاصه لله سبحانه وتعالى علامات بمنزلته عند الله عز وجل، يذكره النبي صلى الله عليه وسلم باسمه قبل أن يراه، ويطلب منه عمر رضي الله عنه أن يستغفر له امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على فضيلة طلب الدعاء في الأمور الأخروية من أهل التقوى والصلاح. اختلف العلماء في أفضل التابعين، والصحيح أنه أويس، وقيل سعيد المسيب، والذي يظهر أن سعيد هو أعلم التابعين، ولكن أويس أفضل التابعين وخيرهم للحديث الصحيح. باب ذكر الشام. عن ابن عمر قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قال: وفي نجدنا. نجد قبل الشرق، وهي مرتفعة، أصل كلمة نجد ما ارتفع من الأرض، والغور ما انخفض منها، تهامة ومكة من تهامة كلها من الغور، و شرق أهل المدينة هي نجد. قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: وفي نجدنا. قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا. فأظنه قال: في الثالثة، هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع الشيطان. حديث صحيح. في رواية أخرى عن عمر: اللهم بارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في مكتنا، وبارك لنا في شامنا، وبارك لنا في يمننا، وبارك لنا في صاعنا ومدنا. فقال الرجل: رسول الله، وفي عراقنا. فأعرض عنه قال: فيها الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. ليس معنى ذلك أن العراق
أو نجد على الدوام فيها الشر، ولكن هي أقل البركة فيها أقل من مكة والمدينة والشام واليمن، لكن هذا يتفاوت ويختلف باختلاف الأحوال. وقد خرج مسيلمة الكذاب من قبل نجد قبل المشرق، وقد وقع أيضا قدوم التتار من جهة الشرق أيضا، ويخرج الدجال ما بين الشام والعراق. ليس في هذا دليل على أن كل من كان من نجد كان مردودا، ولا من العراق، أئمة العلم والفقه كانوا في العراق، ولكن وجود الفتن هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مقدر، جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عمن سأله في ذلك. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج نار من نحو حضر موت أو من حضر موت تحشر الناس. قلنا: رسول الله ما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. خرجه البخاري. لا، ليس هذا الذي أخرجه البخاري، استغفر الله، الحديث الماضي أخرجه البخاري. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وإسناده صحيح. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذه النار من أشراط الساعة، تخرج من عدن وهي قريب من حضرموت كما في بعض الروايات. تطرد الناس إلى محشرهم، ولذلك قال أمره أن يذهب إلى الشام إذا أدركه ذلك. فالشام قبيل قيام الساعة في الملاحم والفتن، فيها يعني أكثر أهل الخير والإيمان في هذا المكان، لأنها الأرض الملاحم الكبرى، ففيها الملحمة الكبرى مع الروم قرب دابق أو قرب الأعماق، والملحمة مع اليهود بعد الدجال وقتل الدجال يكون أيضا بالشام قرب بيت المقدس عند باب لد. وهذه النار والله أعلم وأعلم هي من أشراط الساعة الأخيرة التي تطرد الناس إلى أرض الشام، تجعلهم يتجهون إلى الشام، تبيت معهم حيث باتوا وتقن معهم حيث قالوا. في الباب عن زيد بن ثابت مرفوعا، هذا كلام المحقق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام، إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. رواه أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قال. نسأل الله أن يفرج كرب أهل الشام. وقد وقعت فتن كثيرة في الشام عبر الأزمنة، فهذا الحديث يدل على وكان في وقت قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، الشام لم يكن قد فتح، لم تكن قد فتحت، وكانت النصرانية منتشرة ولم يكن الإسلام منتشرة، فدل ذلك على أن هذا سيكون في أوقات هذه رغبة لا تجوز، أن هذا سيكون في أوقات وما قبيل القيامة والله أعلم وأعلم. عن عبد الله بن حوالة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة:
خير لي يا رسول الله، اختر لي إن أدركت ذلك. فقال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده. فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدوركم، فإن الله توكل لي بالشام وأهله. إسناده صحيح. جمع غدير، الغدير اللي هو النهر الصغير. وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في اسطاط المسلمين يوم الملحمة الغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فنظرت فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام. ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. هذا يوضح ما ذكرنا أولا من أن المقصود بهذه الفضائل أن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه، وأن الله تكفل له بالشام وأهله، أن هذا مع ما علمنا من أنه حين قال ذلك لم يكن أهل الشام قد أسلموا، وأنه قد وقع عبر التاريخ أنواع من الفتن في الشام، واحتلها الصليبيون وأخذ التتار أجزاء كبيرة منها. و يعني الآن نعلم ما أصابها من احتلال اليهود لها، ثم أخذ العلويين والموارنة والدروز أجزاء منها كثيرة، وأنها يعني قد وقعت ملاحم أدت إلى يعني سقوطها أحيانا في تحت احتلال الغرب. كل هذا يوضحه هذا الحديث. قال: ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن، المقصود بالفتن الفتن الكبرى قبيل الساعة، الملاحم الكبرى بالشام. أخرجه أبو نعيم والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قال، وله شاهد آخر من حديث أبي الدرداء عند أحمد بإسناد صحيح. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. إذن هذه الطائفة في هذا حديث حسن صحيح، قبيل القيامة تكون في الشام، وليس أنها على الدوام، فقد حدث فساد في أهل الشام، ولكن لا يزال أهل الحق هناك طائفة منهم به، ولكن حدث فساد قبل ذلك وجاء الخير في الأمة. لكن عندما يكون تكون الطائفة المؤمنة بالشام، وده هذا عند نزول ظهور الدجال ونزول عيسى بن مريم وبعد الملاحم الكبرى، فإذا فسدت هذه الطائفة بمعنى ماتت أو قضيت، فهذا دليل على انتهاء الخير من الأرض، لأن الطائفة المؤمنة تبقى إلى قرب قيام الساعة، وهي تكون هناك قرب قبيل الساعة. فإذا فقدت هذه الطائفة فهذا نذير قرب الساعة جدا، والله أعلم. عن شهر بن حوشب قال: لما جاءتنا بيعة يزيد ابن معاوية قال: قلت لو خرجت إلى الشام فتنحيت من شر هذه البيعة. قال: فخرجت حتى قدمت الشام، فأخبرت بمقام يقومه نوف، فجئته فبين أنا عنده إذ جاءه رجل فاسد العينين عليه خميصة، فاسد العينين يعني فقد بصره، وإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص. فلما رآه نوف أمسك عن الحديث، فقال له عبد الله: حدث بما كنت تحدث به. فقال: أنت أحق بالحديث مني، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: إن هؤلاء منعونا عن الحديث، يعني الأمراء. قال: أعزم عليك إلا حدثتنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إنها ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار الناس إلى مهاجر إبراهيم، لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها، تلفظهم أرضوهم، تقذرهم نفس الله ذاته، يعني تحشرهم النار مع القردة والخنازير، تبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا، يعني النار التي تكون قبيل الساعة. وهذا دليل على أن هذه النار من أشراط الساعة الأخيرة كما ذكرنا عند ذهاب الخلق. قال عند ذهاب الخير، قال تحشرهم النار مع القردة والخنازير، تبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا، وقت القيل، وتأكل من تخلف، إن لم يتحرك أكلته النار، ولذلك تطرد الناس إلى محشرهم. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج منهم قرن قطع، حتى عدها زيادة على 10 مرات، كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في نفسهم. ضعيف، ضعف شهر بن حوشب، لكن الجزء الخاص بالنار التي تطرد الناس إلى محشرهم ثابت في الصحيح. وخيار الناس إلى مهاجر إبراهيم أيضا ثبت في جملة أحاديث. قال الخطابي الهجرة الثابتة هي الهجرة إلى الشام يرغب فيها خيار الناس، تقذرهم نفس الله، تأويل أن الله يكره خروجهم إليها ومقامهم بها فلا يوفقهم لذلك، فصاروا بالرد كالشيء يقذره نفس الإنسان فلا يقبله. وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. عن عمر بن الخطاب قال لكعب، كعب الأحبار، لا تتحولوا، هي ألا تتحولوا إلى المدينة فيها مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره؟ فقال كعب إني وجدت في كتاب الله المنزل يا أمير المؤمنين، أو المنزل يا أمير المؤمنين، إن الشام كنز الله من أرضه وبها كنزه من عباده. منقطع، ضعيف. ألا تتحول، بنفس الإسناد المنقطع عن عبد الله بن عمرو قال موضع قدم إبليس بالبصرة وفرخ بمصر. وهذا لا يثبت ولا يصح. وبه عن ابن طاووس عن أبيه عن عمر أراد أن يسكن العراق فقال له كعب لا تفعل، فإن بها الدجال وبها مرضة الجن وبها 9 أعشار السحر وبها كل داء عضال، يعني الأهواء. طاووس لم يدرك عمر، وكعب كما ذكرنا هو من يحدث عن أهل الكتاب كما أنه كان من علماء أهل الكتاب الذين أسلموا، لكن هو عند أهل العلم تابعي مخضرم ثقة. قال معاوية في حقه إن كان لمن أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب، يعني في بعض ما يخبر به يكون كذبا، ليس لأن كعب كذاب ولكن لأنه ينقل الإسرائيليات وفيها كذب. قال فالبغوي فسر أهل الحديث الداء العضال بالبدع، وأصله الذي لا دواء له. عن أبي عمران عن ذي الأصابع قال قلنا يا رسول الله أرأيت إني بتلين بالبقاء بعدك أين تأمرنا؟ قال عليك ببيت المقدس، لعل الله يرزقك ذرية يغدون ويروحون إليه،
يعني مسجد بيت المقدس، إسناده ضعيف. باب ظهور طائفة من هذه الأمة على من خالفهم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم. عن معاوية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال عمير: فقال مالك بن يخامر قال معاذ وهم بالشام. متفق على صحته. لا يزال من أمتي أمة طائفة يعني قائمة بأمر الله، دليل أنهم يقومون بما أمرهم الله عز وجل به، وهذه فروض الكفايات بالإضافة إلى فروض الأعيان. يقومون بأمر الله عز وجل في أجزاء من الأرض، لا يضرهم من خذلهم، سيخذلهم الناس ومع ذلك لا يضرونهم، يخالفهم الناس ولا يضرهم من خلفهم حتى يأتي أمر الله، حتى تأتي الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين وهم على ذلك، هم على الحق. هذا دليل على وجوب إقامة فروض الكفاية، وأن الأمة لن يضيع منها الخير، سيظل الأمر قائما وسيظل أمر الدين ظاهرا. وهذا يشمل إقامة أمر الله بالعلم والمنهج الإسلامي الصافي وبالعمل كذلك، لأن بعض الأحاديث فيها سيأتي لا يزال لا 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 يعني عصابة تقاتل عن هذا الدين. فالمقاتلة على الدين عمل، جهاد في سبيل الله. يقول البغوي: قوله قائمة بأمر الله أي متمسكة بدينها. قوله سبحانه وتعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة أي متمسكة بدينها، وهم قوم آمنوا بموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام. مستقيم، قائم يعني إيه؟ قائما بالقسط يعني قائما بالحق. قلت: وحمل بعضهم مطلق هذا الحديث على القيام بتعلم العلم وحفظ الحديث لإقامة الدين. قال أحمد بن حنبل: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. هم من الطائفة في جانب من جوانب إقامة الدين وهو حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الروايات المصرحة بأنها قائمة بأمر الله يشمل أن هذا أوسع من مجرد حفظ الحديث، لكن أهل الحديث إن شاء الله منهم. عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. الدين لن يضيع من الأرض ولا يزال ظاهرا بخلاف شرائع أهل الكتاب، فإنه قد مر عليهم زمان كان أهل الحق فيهم مغلوبون مغمورون غير ظاهرين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد بعثته لم يعد أحد من أهل التوحيد منهم من أهل الكتاب يظهر، بل إن وجدت طائفة كانت مغلوبة مقهورة مضطهدة حتى يكادوا يكونون قد انقرضوا، حتى كادوا أن يكونوا قد انقرضوا أهل التوحيد. وكذلك يعني قلة منهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في الإسلام. فالإسلام ليس كذلك، أعني هذه الشريعة لا تزال قائمة ظاهرة، لا يزال الحق ظاهرا في الأمة، ليس مغلوبا. إن غلب في أهل الحق في مكان انتصروا في مكان. وقوله يقاتل عليه عصابة من المسلمين دليل على اجتماعهم وعلى قتالهم، فهو علم وعمل. قال البخاري في هذه الطائفة: وهم أهل العلم. نعم، وهم كذلك أهل الجهاد، وهم كذلك أهل العمل بالدين والدعوة إليه وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى في الأرض. الحديث حديث جابر بن سمرة رواه مسلم.
عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أن عبد الله بن عمر جاءهم ثم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في المسجد فسأل ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة، فسأله ألا يسلط على أمته عدوا من غيرهم يظهر عليهم فأعطاه ذلك، وسأله ألا يهلكهم بالسنين فأعطاه ذلك، وسأله ألا يجعل بأسهم بأس بعضهم على بعض فمنعه ذلك. هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه، خرجه الترمذي وإسناده صحيح. أمر مقدر أن يكون بأس هذه الأمة بينهم، وهذا ثبت من أحاديث كثيرة. أما كونه لا يسلط على أمته عدوا من غيرهم يظهر عليهم، يظهر على جميعهم كما حدث لبني إسرائيل وللنصارى، فبنو إسرائيل جاء عليهم زمن غلبه العدو في الأرض كلها وأسرهم كسبي بابل مرتين، ويعني ظهروا على بيت المقدس ودمروا المسجد تدميرا، وحدث ذلك مرد حيث لم يكن لهم دولة ظاهرة أصلا، بل وعندهم أن التوراة قد فقدت حتى لم يعد إلا رجل واحد يعرفها، فكان هذا غياب لمعالم الأمة والدولة بل والدين نفسه، فهذا لا يحدث. تغلب الأمة كما ذكرنا في بلد تنتصر في بلد، عندما كان الإسلام يجتث أهله من الأندلس كانت القسطنطينية تطرق أبوابها للفتح على أيدي العثمانيين، عندما كان التتار يدمرون شرق العالم الإسلامي كان أهل مصر يعني يستعدون لهم، حتى كسروهم بفضل الله عز وجل بعد أن طار صيتهم في الأقطار وأنهم لا يغلبهم غالب، فكسروهم في عين جالوت. المسلمون لا يزال جزء من أرضهم في أيدي أهل الإسلام منهم، لا تغلب الأمة في كل أجزاء الأرض. سأله ألا يهلكهم بالسنين يعني بالقحط، فلا يقع هلاك عام، إن هلكت طائفة بالسنين في بلد كان هناك بلاد أخرى فيها رخاء وسعة، ويعني لا يحصل هلاك عام للأمة بالسنين بالقحط. وأما افتراق الأمة فهو أمر مقدر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه أهون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه أهون، لأن الحق لا يزول حتى مع الاختلاف، لأن الحق ظاهر موجود. لذلك لا بد أن نستوعب مثل هذا الأمر مقدر، نحن مأمورون بالفعل في أن نضيق دائرة الخلاف ونعمق دائرة الوحدة، لكن لابد أن نعلم أن هذا أمر مقدر لابد أن يقع. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية، فدخل فصلى ركعتين وصلينا معه، فناجى ربه طويلا، ثم قال: سألت ربي ثلاثة، سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، أخرجه مسلم. عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد،
وإني أعطيتك لأمتي كألا أهلكهم بسنة عامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من أقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. هذا الحديث من أعظم معجزات النبوة الظاهرة في باب الإخبار، لأنه رغم الأمور العجيبة المقترنة بعضها ببعض التي هي من أعجب ما يعني تتخيله الأذهان أن تجتمع، ومع ذلك كل ما فيه قد وقع. إن الله زوى لي الأرض أي جمعها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. هذا دليل على أن الفتوحات تنتشر في المشارق والمغارب أكثر من الشمال والجنوب، وقد وقع ذلك، فملك الأمة ممتد شرقا وغربا أكثر من امتداده شمالا وجنوبا. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك وهم بالمدينة بعد، كنوز كسرى وقيصر، وقد ملكهما المسلمون. وكذلك أن الأمة لم يصبها سنة عامة، وهذا تفسير لي سألت ربي ألا يهلكهم بالسنين فأعطاه ذلك، أو فأعطني لهم السنة العامة، القحط العام. وكذلك ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، استباحة البيضة أن يستبيح كل محرماتهم، لن يقع ذلك. قال البغوي، قال أبو سليمان الخطابي: قوله زوى لي الأرض معناه جمعها وقبضها، يقال زوى الشيء إذا تقبض وتجمع. وقوله ما زوي لي منها، يتوهم بعض الناس أن حرف منه هنا للتبعيض، فيقال كيف اشترط في أول الكلام الاستيعاب ورد آخره إلى التبعيض، وليس ذلك على ما يقدرونه، وإنما معناه التفصيل للجملة المتقدمة، والتفصيل لا يناقض الجملة لكنه يأتي عليها ويستوفيها جزءا جزءا. والمعنى أن الأرض زويت جملتها له مرة واحدة فرآها، ثم هي يفتح له جزء جزء منها حتى يأتي عليها. والكنزان هما الذهب والفضة، الذي يظهر أنهما كسرى وقيصر. أو كنوز العرب، كنوز العجم يعني. والذي يظهر والله أعلم أن جمع الأرض لا يلزم منه أن يرى كل أجزائها بنفس يعني بنفس التفصيل. والله أعلم. هو جمع الله له الأرض فنظر فرأى المشارق والمغرب. يقول وقوله ألا يهلك بسنة عامة، فإن السنة القحط والجد، وإنما جرت الدعوة بألا تعمهم السنة كافة فيهلك عن آخرهم. فأما أن يجذب قوم ويخصب آخرون فإنه خارج عما جرت به الدعوة. وقوله يستبيح بيضتهم، يريد جماعتهم وأصلهم. قال الأصمعي: بيضة الدار وسطها ومعظمها. جزيرة العرب لم تحتل بفضل الله عز وجل، على الأقل مكة والمدينة لم تحتل من عدو كافر قط منذ فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، ومنذ الذي تأسست دولة الإسلام المدينة أيضا. قوله أعطيت الكنزين، أراد كنوز كسرى من الذهب والفضة فأ الله على أمته، وقيل أراد العرب والعجم جمعهم على دينه ودعوته، كما جاء في الحديث: بعثت إلى الأحمر والأسود يريد العرب والعجم. وأما أن يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا فهذا قد وقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ودليل على أن الأمة لن يتسلط عليها عدو
يستبيح أرضهم كلها حتى ولو اجتمع عليهم كل من كان بالمشارق والمغرب ومن نواحي الأرض كلها ولو اجتمع كل الأعداء فلن يغلبوا الأمة بحيث تستباح كل حرماتها أو أرضها. عن جابر قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهون أو هذا أيسر. حديث صحيح أخرجه البخاري وأخرجه أحمد والترمذي. عذابا من فوقكم قال الحجارة في قوم لوط أو الطوفان كما في قوم نوح أو من تحت أرجلكم الخسف كما كما على هارون أو الريح والظاهر الريح أنها تأتي من فوق كما على قوم عاد أو يلبسكم شيعا أن يخلطكم خلط اضطراب وأراد به الأهواء المتفرقة فيصيرون فرقا ويذيق بعضكم بأس بعض هو وقوع الهرج حتى يقتل بعضهم بعضا وهذان وهو الافتراق والقتل ثابت في هذه الأمة وقد سل السيف من زمن عثمان فلا يغمد إلى يوم القيامة. وروي عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذه الآية قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم الآية قال أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد. باب فضل الله سبحانه وتعالى مع هذه الأمة أو على هذه الأمة. قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال عز وجل هو الذي جعلكم خلائف في الأرض يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلفوا سائر الأمم وقيل يخلف بعضكم بعضا ولعل هذا أقرب يخلف بعضكم بعضا يعني كل جيل يخلف الذي قبله. عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلى من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس وإنما مثلكم مثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط يعني لكل واحد ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط قيراط فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين ألا فأنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس ألا لكم الأجر مرتين فغضبت اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء قال الله وهل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال فإنه فضلي أعطيه من شئت. أخرجه البخاري. هذا دليل أن هذه الأمة في آخر الزمان وأنها آخر الأمم سيظل هذا يعني الدين باقيا إلى قرب قيام الساعة ينتهي الأمر إلى انتهاء العالم ستظل أمة الإسلام وهي أمة مضاعفة الأجر ولكن لا يلزم من ذلك تحديد مدة زمنية أولا لأن المسافة ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار أو طلوع الفجر نصف النهار تتفاوت في البلاد أن البعض جعل يحسب هذا ويقرر أن مدة بقاء النصارى إلى يعني من الظهر إلى العصر ويحسبها على أنها 500 سنة ويعني كسر إلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أو 600 سنة فيقول إذن ستبقى أمة الإسلام نحو هذه المدة. هذا كلام باطل قطعا. التشبيه أولا في مسألة قلة زمان الأمة مع مضاعفة أجرها ولا يلزم من ذلك أن تكون المدة الزمنية للأمة مماثلة مع تفاوت الحال الأمر يتفاوت وإلا فمعلوم بطلان هذا التقدير لأن مدة المسافة المدة الزمنية بين بعثة عيسى وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم نحو 600 عام وأقل وأكثر والنصارى ما عملوا كلها على التوحيد إنما بقيت بقايا قليلة عبر التوحيد والأمة بقي لها بحمد الله أكثر من ضعف هذه المدة يعني وزيادة وهذا يدل على بطلان حساب بقاء الأمة بهذه الطريقة.
ذكر الخطابي على هذا الكلام على هذا الحديث كلاما معناه أن هذا الحديث يروى على وجوه مختلفة في توقيت العمل من النهار وتقدير الأجرة، ففي هذه الرواية قطع الأجرة لكل فريق منهم قيراطا قيراطا، وتوقيت العمل عليهم زمانا زمانا، واستيفاؤه منهم وإيفاؤهم الأجرة، وفيه قطع الخصومة وزوال العتب عنهم وإبراؤهم من الذنب. هذا الحديث مختصر. إبراء مين من الذنب؟ إبراء الموحدين من اليهود والنصارى. هذا الحديث مختصر، وإن اكتفى الراوي منه بذكر مثال العاقبة فيما أصاب كل واحدة من الفرق من الأجر. وقد روى محمد بن إسماعيل هذا الحديث بإسناده عن سالم بن عبد الله عن أبيه، وقال فيه: أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا، فأعطي قيراطا قيراطا، فأعطوا قيراطا قيراطا، وأوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر، ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين الحديث. هذه الرواية تدل على أن مبلغ الأجرة لليهود لعمل النهار كله قيراطان، وأجرة النصارى النصف الباقي قيراطان، كان الأمر على ذلك، يعني فأعطوا النصف النهار فقط. فلما عجزوا عن العمل قبل تمامه لم يصيبوا إلا قدر عملهم وهو قيراط. ثم إنهم لما رأوا المسلمين قد استوفوا قدر أجرة الفريقين حاسدوهم، فقالوا: نحن أكثر عملا وأقل أجرا. وقد روى أبو عبد الله من البخاري هذه القصة من طريق أبي موسى الأشعري بزيادة بيان، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا إلى نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوا، واستأجر آخرين بعدهم، فقال: أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: ما عملنا باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال: أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير. فأبوا، فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. حديث صحيح أخرجه البخاري. يظهر الله أعلم أن الذين قالوا عملنا باطل الذين انحرفوا عن التوراة والذين انحرفوا عن الإنجيل، فلا عمل لهم مهما عملوا، لأنهم لما تركوا ملة موسى وملة عيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي ملة الإسلام، لم يكن لهم عمل. قال: فهذه الرواية ورواية سالم عن ابن عمر بخلاف رواية نافع بالذكر عجزهم وقولهم: لا حاجة لنا إلى أجرك، وهو إشارة إلى تحريفهم الكتب وتبديلهم الشرائع والملل وانقطاع الطريق بهم عن بلوغهم الغاية التي حدت لهم، فحرموا تمام الأجرة لجنايتهم حين امتنعوا من إتمام العمل الذي ضمنوه. فكان الصحيح من هذه القصة هذا بدليل قوله: هل ظلمتكم من حقكم شيئا، ولو لم يكن صورة الأمر على هذا لم يصح هذا الكلام، بل الصحيح أن الذين أخذوا قيراطا قيراطا هم أهل الكتاب الموحدين الذين عملوا، لكن مدة عملهم انقطعت، لم يكن هناك أمة قائمة بأمر الله كأمة ظاهرة تظهر أمر الدين في أجزاء الأرض التي هم عليها إلا مدة وجيزة. وكذلك النصارى بقوا على التوحيد نحو 300 سنة، ثم جاء بعد ذلك التثليث والشرك بالله، وإلى 300 سنة الأخرى التي يعني كان فيها قلة قليلة من أهل الكتاب على التوحيد غير ظاهرين. والذين ليس لهم أجر أبطلوا عملهم هم الذين تركوا ملة الأنبياء. فالذي يظهر أن جاء هذه الطرق ليست يعني متعارضة، بل كل منهم يتكلم عن شيء، فمنهم من أبطل عمله بالشرك
ومنهم من أخذ أجرا ناقصا لأنه لم يقم بالأمر بالظهور المطلوب بالإعلام التام عن حقائق الدين، إنما قامت به هذه الأمة المنصورة. عن أنس قال نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخر الآية. مرجعه من الحديبية وأصحابه مخالط الحزن والكآبة، فقال نزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا، فلما تلاها نبي الله صلى الله عليه وسلم قال رجل من القوم هنيئا مريئا قد بين الله لك ما يفعل بك فماذا يفعل بنا، فأنزل الله التي بعدها ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار حتى ختم الآية. متفق على صحته. هذه الأمة أمة مرحومة مباركة، نسأل الله أن يثبتنا حتى نلقاه وهو راض عنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. انتهى كتاب الفضائل، ويليه كتاب الرقاق، واسمه كتاب المناقب. كتاب فضائل الصحابة، إن شاء الله. يقول أي البلد أفضل من جهة السكن أم ذلك يختلف اختلاف الزمان والمكان؟ بعد ما قلنا ظهر أن الأمر يختلف اختلاف الزمان والمكان، فلو ذهبت إلى الشام الآن ماذا يكون الحال؟ إلى فلسطين، القدس، لا تستطيع أن تبقى هناك، وكذا في سوريا ولبنان الوضع فيها ما تعلمون. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيام التتار كان يتكلم عن العسكر الذي بمصر والشام، في جزء من الشام ليس كل الشام، هم الطائفة الظاهرة، وكان عامة أمرهم بمصر الذين وقفوا أمام التتار. حديث عن عائشة لا يبقى الحمل في بطن أمي أكثر من سنتين ولو كفلة مغزل، لا مغزل ده يعني زي لفة مغزل. الحديث لا يصح، وهذا الأمر لم يثبت فيه دليل، وإنما هي مسألة مبناها على الوجود. العلماء تكلموا عما بلغهم، منهم من قال يبقى 4 سنين، ومنهم من قال 2 سنين، وقليل منهم قال 1 سنة، ولعل هذا أقرب إلى الطب الحديث. ذكرت في درس سابق أنه يجوز أن تهذب من اللحية عندما تزيد على قبضة اليد، والبعض يرد أنه لا أحد فعل ذلك سوى عبد الله بن عمر. كفاية على الأقل تبقى فيها اجتهاد، وقد ورد ضعيفا مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن فعل ابن عمر ومواظبته على ذلك مع شدة اتباعه للسنة يدل أنه كان يفعل ذلك. يقول لأنه لم يكن عنده شعر ويؤدي فريضة الحج، لا ليس عندك دليل على ذلك. فالمسألة نعم، هناك من العلماء من قال لا يأخذ من طولها وعرضها، لكن فعل ابن عمر مع أنه من أحرص الصحابة على اتباع السنة الظاهرة، فهذا يدلك على أن هذا من السنة. وبعدين لم يفتن ابن عمر فقط من قال ذلك، بل هذا قد نقل عن كثير من التابعين. لا لا طبعا، لأن ابن عمر رضي الله عنه لم يخالف، ده هو راوي الحديث أعفو اللحوة أعفو الشان. فالخلاف في معنى أعفو، هل معنى أعفو يعني اتركوها على حالها؟ هذا الكلام لغوي، فنقول ابن عمر رضي الله عنهم أعلم باللغة منهم، فمعنى أعفو وفروا أن تكون وفيرة، فقبضة اليد هي لحية وفيرة، فهذا تفسير. الذي يظهر أنه يجوز قص ميزان القبضة، ويستحب أن يفعل ذلك في الحج والعمرة، لكن غير ذلك يجوز. لا في الحج والعمرة يستحب،
أن يأخذ شيئا منها مقدار النقود التي يخرج عليها زكاة، 595 جرام من الفضة. جرام الفضة دلوقتي بحوالي 8 جنيه أو 9 جنيه فيما بلغني، لا زاد. يعني هم اسألوا كل يوم وجوب الزكاة الفضة بكام؟ لا خدوا بالكم، الفضة غير المصنعة، الفضة المصنعة فيها ب 25 جنيه جرام، وفي فضة عيار، احنا بنتكلم على عيار 1000 أو عيار 930 اللي هي أنقى نوع، لا أكتر، زادت. ممكن تكون اضربوا 595 في 10 تقريبا حوالي 6000 جنيه، 6000 جنيه. هل تخرج الزكاة من عين المال إن كانت عروضا أم تجوز القيمة؟ يعني اتفاقهم على إجزاء القيمة في العروض، وعلى الراجح يجوز إخراج العروض، هم مختلفين في العروض. يعني لو هو عنده بضاعة، عنده مكرونة، عنده رز، ينفع يطلع منها؟ الراجح نعم، وأي حاجة كذلك. كيف يخرجها؟ يحسبها بسعر الجملة يوم إخراج الزكاة، لا سعر الشراء ولا سعر البيع. احتاج البعض لسلعة ما فيذهب لتاجر أو موسر يشتري له السلعة ثم يقسطها عليه. الضابط لذلك أن يبي أشتريها بماله قبل أن يعقد عقد الشراء، يشتريها الوسيط بماله ويقبضها ويستلمها ويخرج بها إلى رحله، إلى دكانه، أو إلى يعني إلى الشارع حتى، ثم يبيعها بعد ذلك. حكم التبرع بالأعضاء ما أعرفش. عقد سلم مع مين؟ يعني مثلا قال له يوم كذا سلمك السلم ياخد ثمنها كاملة، ياخد ثمنها كاملة. قسطها ازاي طيب؟ لو ما بيعونها عشان التقسيط. كيف يرد لمن؟ لا افهم السؤال. كيف يرد لمن يسب أمهات قوم؟ يسب الظهر بالسين، أمهات قوم بعضهم مسلمون، يقول أيضا افتراء على الله أنه أن الله ما جعل منهم مسلما. الذي يكفر المسلمين يأخذ ذنبا كقتلهم، وسب أمهات المسلمين وسب أمهات قوم على العموم من يظهرون الشهادتين أمر محرم لا يجوز. هل يصح أن نقول أن ما بقي من عمر الدنيا أقل من مضى؟ هذا حق لا شك فيه، هذا لا شك أن ما بقي من الدنيا أقل مما مضى. نحن في آخر الزمان، من زمن داود عليه السلام ونحن في آخر الزمان. فقد جاء أشرطها، فقد جاء أشرط الساعة، حصلت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشرط الساعة. هل نستطيع القول بأن هناك نصارى على حق؟ وكيف نرد عمن يقول ذلك؟ نصارى يعتقدون ألوهية المسيح، من قال أنهم على حق فقد كفر. نصارى يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، من قال أنهم على حق فقد كفر، لأنه نقض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هناك طائفة من يعني قليلة جدا من بعض طوائف النصارى يقولون عن عيسى أنه مخلوق وأنه نبي، فمن بلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فكذبه فهو كافر أيضا. طائفة من البروتستانت اسمهم، بس لا ليسوا البروتستانت كلهم، لا طائفة اسمهم لا موحدون، بس مش عارف اسمهم، مش عارف، انا مش عارف، انا اخبرت بهم فقط. وطائفه غير معتمده من الكنيسه، من الكنائس الثلاثه، لكنهم ينتسبون الى البروتستانت. لكن الحقيقه ان الكنيسه البروتستانتيه التي يعني يعتقدون الصلب ويعتقدون الوهيه المسيح، يعني هم كاثوليك الا في بعض العقائد. الطائفه البروتستانتيه عموما دي طائفه قليله منتسب اليهم، وهم يكفرونهم، بقيه الطائفه بتكفرهم. لا يوجد نصراني معتمد عندهم إلا من يعتقد ألوهية المسيح، كل طوائف النصارى الثلاثة.
فالكلام على من لم تبلغه رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان موحدا يعتقد أن عيسى رسول الله فهذا على حق. من لم يبلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمع عن رسالة الإسلام أصلا وهو موحد. أما من لم يسمع عن رسالة الإسلام وهو يعتقد ألوهية المسيح فهو كافر لأنه وصلته التوراة والإنجيل. كما ذكرت إن كان قد بلغهم خبر الرسول فهم على حق في توحيد الله، وأما إن بلغهم خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فكذبوه أو لم يؤمنوا به أو لم يبحثوا عنه وظلوا على اتباعهم لغير شريعته فهم كفار. اللي يبلغ خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. لإجماع المسلمين لما شهدش أن محمد رسول الله قد بلغه خبره فهو كافر مخلد في النار. بلغته لا إله إلا الله محمد رسول الله يبقى خبر الإسلام. بلغ بقى أن محمد أي مكان زي ما تكون في طول عمر الكبار بتوعهم بيضلهم ولا بيهدوهم؟ ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، أضلوا كثيرا يبقى خلوهم ضلال. لو بلغته لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد بلغته في رسالة الإسلام. لو بلغوا بقى أن محمد ده قائد عسكري مصلح اجتماعي رجل مفتري ظالم، ما بلغوش ان هو محمد رسول الله وما بلغتوش كلمة لا اله الا الله. في ناس بلغتهم مثلا ان محمد يدعو الى عبادة نفسه، يبقى ما بلغتوش لا اله الا الله محمد رسول الله. اللي تبلغه لا اله الا الله محمد رسول الله بلسانه لزمه دين الاسلام بلا نزاع بين العلماء. بلغه مشوه بلغه كده هيدور عليها يوصله. واحد كتم الهوى عن نفسه هو اللي مش عايز يتنفس. اما واحد يقدر لا اله الا رسول الله ادلتها زي الهوى، اي واحد ياخد نفسه يوصل لها. فالبحث اي قطعا يقين سيصل الى الحق. ماذا عن الطائفه المسلمه في امريكا التي تدعي وتقول اننا جنود عيسى وقد قبلتهم؟ ان هي انها ايه؟ اننا جنود عيسى وقد قبلتهم. منهم ملاك شهيد جدا لا اذكره. جنود عيسى؟ قالوا لي ان نحن جنود عيسى. طب نحن أتباع عيسى. نحن أتباع عيسى نقول هذا، لكن أنا ما أعرف عقيدتهم. لا أعرف عقيدتهم. لو بلغهم خبر الإسلام وأظنك قد قبلتهم إذا بلغهم. محمد علي كلي. يعتقدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقولون هذا. وبعدين يتبعون الإسلام. نحن جنود عيسى. لا أدري ما هي. أنا لا أدري، طالما يشهدون الشهادتين فهم في أهل الإسلام. اعتقاداتهم الأخرى أتيني بالتفصيل أقول لك بالتفصيل. سبحانك.